واحدة من أكتر الفئات الساخنة النهاردة في عالم العربيات هي السب كومباكت كروس أوفرز. أوكي، النهاردة معانا عربية واقعة ما بين الأرونا والأودي كيو 2، هي كده في النص. النهاردة معانا الفولكس فاجن التي روك الآر لاين، عربية كنت عايز أعمل لها ريفيو من فترة طويلة. تعالوا نشوف إيه حكاية العربية دي، يلا بينا. واول حاجه نبتدي بيها هي ثمن العربيه دي، موديل 23، السعر الرسمي 1,450,000، ملناش دعوه باللي بيحصل بره السعر الرسمي. مواصفه العربيه سب كومباكت كروس اوفر، عربيه كروس اوفر تحت المدمجه، ما هياش عاليه قوي من الارض، هي ما بين الاس يو في والعربيه السيدان العاديه. ده معنى كلمه كروس اوفر التقليدي، او زمان كانوا بيقولوا العربيه اللي تبقى عاديه وبعد كده يقلبوها كروس اوفر تبقى قلبت يعني. طول العربية 4.2 متر أكتر شعرة، قاعدة العجلات 2.59 متر، هي العربية أكبر شوية من الكيو 2، وطبعا كعادة كل عربيات المجموعة بتاعت في دبليو مبنية على نفس قاعدة البناء لعربيات كتيرة مشتركة معاها، وزي ما انتوا عارفين القصة كلها. أوكي، التعليق الأمامي بتاع العربية ماكفيرسون، والخلفي هنا متصل كابل تورشن بيم. وزن العربية بتتكلم في طن 300 طن 350 حسب التجهيزات، بس دي عشان الار لاين فممكن فتحة السقف أتقل شوية، الحاجات دي كلها يعني بتزود الوزن. الموتور طبعا ال 1400 تربو المشهور بتاع المجموعة، 150 حصان 250 نيوتن متر، بس واصلين على ايه؟ ناقل حركة الايسن، الثمان نقلات التور كونفرتر العادي. طيب تعالوا نتفرج على العربية من قدام، ففيها يعني الدي ان ايه بتاع فولكس فاجن بتاع كل عربياتهم واضح فيها جدا، وانا لما بشوفها من بعيد بتلخبط ما بينها شوية ما بين الكيو 2، وهتشوفوا بالذات من الجنب مش من المنظر ده، من الجنب وكمان من قدام عاملة زي التجوان، يعني هي كده خليط من كذا عربية في بعض، لكن شكلها حلو ومقاسها لذيذ. أكتر حاجة عجباني في الديزاين الأمامي هي الأنوار الداي تايم رانينج لايتس ال LED اللي انتوا شايفينها من هنا، ماشية ازاي مع الكروم ده كله، شايفين؟ ماشي مع الحتة دي كلها، فالخط كده متصل وحلو، والأنوار بتاعتها طبعا بالكامل LED ونورها عالي، ونور الإشارة كمان طبعا LED. لو بصيتوا على العربية من تحت هتلاقوا برضو هنا فبر، وهنا مفيش فتحات تهوية حقيقية، دول مقفولين، ولكن الفتحة الرئيسية هنا، وعندك ار لاين عشان تعرف ان دي الاغلى اللي فيها الاوبشنز الاعلى. تمام، الشكل من هنا ظريف برضو، مش مبالغ في الحركات اللي في الكبوت، خطوط فولكس فاجن محافظة. الموتور تعالوا نشوف الموتور، طبعا سايب الكونتاكت مفتوح عشان كده بتزمر. الموتور هنشوفه برضو 1400 سي سي المعتاد بتاع المجموعة، وهنا عندي الدراع مفيش مساعد طبعا في العصاية كالعادة، وأنا بفضل العصاية دي عن اللي بتبقى موجودة هنا. أوكي، الموتور ال 1400 سي سي، ال 150 حصان 250 نيوتن متر. أهم حاجة فيه إيه؟ التغيير الكبير إيه؟ إن هو بقى واصل على نقل حركة الأيسن الثمان نقلات الأوتوماتيك. الموتور برضو مصفح من الأسفل، فدي حاجة لذيذة جدا. غير كده الاداء بيقولوا من 0 ل 100 في حوالي 8 ثواني ونص، طبعا احنا هنجرب ونشوف. طبعا العربيه جر امامي للي مش عارف، او انا ما قلتش يا جماعه. اوكي تعالوا نشوف العربيه من الجنب. اوكي بصوا على العربيه من الجنب وتعرفوا التشابه برضو بالكيو 2، اللي هي الحته دي التنفيخه اللي هنا، الهانش اللي هنا، اللي موجود بالظبط في الكيو 2 وموجود برضو في قدام في الكيو 2 بس مربع اكتر. خطوط الكيو 2 اكثر حده مربعه، ولو فاكرين الكيو 2 كان فيها برضو الحته اللي في النص، لكن هنا الخطوط محافظه اكتر بتاعت في دبليو، والروف لاين محافظ اكتر، ولكن عاجبني عشان دي الار لاين، عندك المرايه بالاسود، طبعا عندك علامه ار من هنا، والسقف كمان بالاسود من فوق حلو قوي، يعني كاسر الحده قوي، مدي العربيه منظر رياضي اكتر، عجباني. في خط هنا كتف قوي برضو لانها زي ما اتفقنا الخطوط حد لحد كبير، لكن عاجبني الهانش اللي ورا هنا قوي، وطبعا عندي الفبر لتحت، اما البيبان مش بتفتح لغايه الاخر، يعني في حته من تحت للكليرنس، والعربيه كلها على بعض ارتفاعها من الارض كويس. تعالوا نشوف الكاوتش الامامي. الكاوتش الامامي اللي هو زي الخلفي بالظبط 215 55 17، وده جنط حلو، ال 55 وال 17 مش مبالغ فيه، والعرض برده كويس جدا. من الظهر عامله بالظبط زي التيجوان، يعني الاناره الخلفيه شبيهه جدا بالتيجوان، والمنظر العام مش هتقدر تتلخبط فيه. الانوار هنا LED بس الاشاره هنا عاديه ما هياش دايناميك، وعندك كلمه تي روك وفولكس فاجن بالاسود، وطبعا من تحت عندي فتحات شكمان زائفه تماما،
وبرضو العواكس اللي بيدوا الستانس الاكبر للعربيه، المنظر كله حلو، ولانه كمان العربيه داخله من الحتتين دول شويه، ففي ايه يعني في حته رياضيه في العربيه. العربيه از كيوت هاتش باك او كروس اوفر، بقى هي ليفتد كروس ليفتد هاتش باك يا جماعه. وبرضو عندي سبويلر هنا لذيذ برضو بالاسود ونور الفرامل التالت. العربيه ما فيهاش غير كاميرا رجوع واحده. تعالوا نشوف الشنطه دي، واحده من المفاجات بتاعه العربيه اللي برضو تحسسك يعني الحاجات اللي هي ايه ما كنتش تتوقعها. شنطه العربيه 445 لتر، شنطه كبيره في العربيه دي، اكبر من الكيو 2، وفيها برضو اماكن تخزين في الجنب كالعاده، وفي اماكن تشبط فيها الحاجه، وعندك الرف من هنا، ما عندكش مخرج 12 فولت ودي حاجه غريبه شويه، لكن عندك التاي داون بوينتس من الجناب كالعاده. وزي ما انتم شايفين الكراسي بتنزل، وفيها كمان الباسرو لو عندك حاجه طويله، وعندك الفولس فلور اللي هو الارض الزائفه اللي هي تقدر تحط هنا مسافه يعني تعلي وتوطي الشنطه وتخزن حاجات من تحت. تعالوا نشوف المساحة الخلفية، 2.59 متر قاعدة العجلات. الكرسي ده راجع جدا، اتس اوكي ضيقة طبعا شوية مفيش شك. تعالوا بس الأول نراجع المساحة بتاعت الكرسي الأمامي عشان ما اظلمش الكنبة الخلفية. تعالوا نشوف. اوكي طبعا الكرسي ده طالع قدام شوية، ممكن أحركه شوية. تعالوا نحركه شوية كده ونشوف. أنا كده يعني كده أنا لسه اوكي كده يا دوب يعني كده زانق نفسي شويه فهرجعه شعره كده اوكي كده ايم اوكي. تعال نشوف بقى الكنبه كده ظبطنا الكرسي. طبعا اتحسنت شويه مفيش شك، يعني هو كان برده راجع عليا قوي عشان برده ايه نحكم على المسافه بالظبط. الفوتويل اللي هي اللي بتحط فيها قدمك واسعه كويسه عريضه نسبيا. عندي نفق كبير ولكن عندي مخارج تكييف، وعندي كمان 2 يو اس بي سي ودي حاجه لذيذه. عندي برده طبعا فتحه بانورامية، ممكن تقفل الستارة بتاعتها من هنا. اوكي دوسة واحدة طويلة ولا هتيجي تقف في النص؟ لا مكملة. وعندي الانوار المش تاتش، اوكي فيها زرار من هنا. اوكي المواد، الفرش اصلا عبارة عن حاجة زي الالكانتارا، شبيه الالكانتارا، وفي النص قماش وفي جلد في الجناب اللي هو الفيجن لادر او اللادرات، ما هواش جلد حقيقي طبعا. بس عندي اماكن تخزين هنا، عندي كاب هولدرز وتقدر تغير مقاس الكاب هولدر، بس طبعا كالعاده راشقه في النص زي كل عربيات في دبليو. المواد بقى تعالوا بصوا على الباب ونوريكم ساحه التخزين كمان. بصوا تاخد الازازه الصغيره دي واحده جنبها تانية، وطبعا المواد من قدام خشنه، لكن هنا على الاقل في جلد مكان ما بتسند ايدك زي كل عربيات الايام دي. وبرده ما عنديش امبيانت لايتس، لكن المساحه كافيه لورا، يعني لو عندك عيله لسه صغيره شابه ممكن اوكي، لكن لما يكبروا ممكن يتضايقوا شويه. لكن تاخد كمان اتنين جنب بعض، التالت اللي في النص هيتضايق قوي. تعالوا نشوف العربيه من قدام. طيب يا جماعة التي روك من قدام، فزي ما انتم شايفين عندي بيانو بلاك او جلوس بلاك في كل حتة. لا الانتيرير حلو، مبذول فيه مجهود حلو كمان عشان دي الار لاين، فالار لاين بتبقى اشيك واخدة ماتيريالز اشيك مفيش شك. بصوا على المواد من قدام، فبرضو الباب من عندي هنا بلاستيك لكن هنا متبطن بالجلد، والمسند حلو، ومساحة التخزين اكبر، تاخد الازازة الكبيرة هنا. طيب اللي هي حلو قوي، عندي شاشتين والشاشه دي طايره بس ملضومه في الديسبلاي. المواد طبعا كلها من هنا حلوه وسوفت لغايه الحزام ده، الحزام البلاستيك اللي هو من تحته هتلاقي كل البلاستيكات اللي ايه بتخشخش، بس حلو. البيانو بلاك برضو عاجبني في كل حته، يعني الكونسول دي معموله حلوه، واخدين بالكم كانها ممتده من الحتتين دول. وعندي كروم حوالين فتحات التكييف، عندي الشاشه الديجيتال هنراجعها طبعا قدام السواق المشهوره بتاعه المجموعه، زائد الشاشه دي برضو اللي هي ده المنيو بتاعها الرئيسي. هندوس منيو كمان مره، ده يرجعني للمين سكرين بتاعتها. تكييف هنا عندي اتنين زون، ودي حاجه حلوه في عربيه صغيره فدي لذيذه. وطبعا كالعاده التاتش زي ما انتم عارفين من المنظومه استعرضناه في كل عربياتهم قبل كده، مش هنستعرضه تاني. من هنا عندي مساحه تخزين للتليفون اكنها فيها وايرلس تشارجنج، ما فيهاش. عندي اتنين يو اس بي سي برضو، العربيه كلها يو اس بي سي حديثه. عندي ولاعه، وعندي الستارت ستوب من هنا، ونقل حركه الايسن. الثمان الات ضايقت مني قوي يا جماعه عشان الباب. اوكي،
الحاجة اللذيذة هي عجلة القيادة اللي هي تخينة كده وحلوة وآر لاين وثلاثة سبوك، ودول اللي هم كاباستيف اللي هم بتدوسهم وبيجي لك فيدباك في المكان ده، لكن الأفالت كونتاكت مش هيجي لك ودول بيطفوا. والحتة دي اللي بتسيطر على الجزء ده، والفيوز اللي طالعة لي هنا، وهنا فيها الكروز كنترول اللي مش فيها، هنتكلم في الحتة دي مع صاحب العربية. ولكن عجلة القيادة حلوة قوي، فيها الجلد اللي من هنا وملمسها حلو ومبططة من تحت. اوكي هنتكلم بسرعه جدا على استنوا قبل ما اسبق نفسي يا جماعه. درج التابلو كبير جدا كبير، وعندي هنا كالعاده مساحه تخزين صغيره مش وحشه، وهنا عندي اماكن كاب هولدرز والفرامل الكهرباء. ولكن عاجبني اللاي اوت كله على بعضه بسيط وحلو، بالبيانو بلاك او جلاس بلاك اللي في كل حته شيك قوي، مفيش كروم زياده، فالمنظر العام كله على بعضه حلو. زائد الكراسي نفسها برضو حلوه بالار لاين اللي موجود في الظهر الكرسي، وشبيه الالكانتارا والفرش القماش اللي في النص مع الجلد، الكومبينيشن كله حلو قوي بالار لاين. تعالوا نبص على نظام الترفيه بسرعه جدا. فكالعاده عندي شورت كاتس هنا، الراديو والميديا والفويس والكار من هنا زي ما انتم شايفين. صاحب العربية مكود الألوان بتاعتها، مش دي الديفولت، الديفولت بتاع العربية هنا أزرق، ولكن احنا عارفين النظام كويس. برضو عندي أب كونكت، عندي الميديا، عندي الساوند، عندي العربية نفسها اللي هي فيكل والحالة العربية، وممكن في أي لحظة أدوس منيو يرجعني منيو تاني. تعالوا نشوف كاميرا الرجوع، طبعا بتفتح العلامة بتاعت في دبليو بتكشف لي الكاميرا. كاميرا نقائها مش حلو قوي، بس كعادة كل عربيات في دبليو يعني ما بيهتموش بجودة الكاميرا، المهم ان هو عندك كاميرا وخلاص. وطبعا عندك الحتة بتاعت التكييف كالعادة ممكن توصل لها من المانيو من هنا، وطبعا لذيذة يعني. الكنترولز بتاعت في دبليو برضو واضحة وستاندر، السيستم سهل الاستخدام بتاعه ما فيش شك. نيجي على النقطة الرابحة كالعادة في كل عربيات في دبليو اللي فيها الديجيتال كوكبيت، هي الحتة اللي انتوا شايفينها دي بالفيوز. برضو صاحب العربية مكودها، خدوا بالكم اللون الديفولت هنا ازرق، فعندي الفيوز هنا مختلفة، عندي سمبليفايد فيو، عندي الفيو بتاع العدادات اللي انا بحبه قوي طبعا. وفي النص ممكن تجيب حاجات بقى، كل الاوبشنز اللي عندك لو جيت كده، وممكن تدوس بقى المانيو ايتمز وتمشي في المانيو ايتمز من فوق زي ما انتم شايفين بيعدي لي فيهم من فوق. اللين اسيست خدتوا بالكم فيها لين اسيست العربيه، وهنقول لكم ازاي بقى فيها لين اسيست، والاوديو والرينج وكل البيانات اللي عندكم في العربيه. ازيك يا محمد؟ ازيك يا ماجد، اخبارك عامل ايه؟ اختيار لذيذ جدا، عربيه مقاسها حلو قوي في الركن وفي مرنه قوي انها كتكوته مش كبيره، وفي نفس الوقت المساحات دير اوكي، مش هقول انها برحه قوي من ورا، ولكن دير اوكي لو عندك عيله لسه صغيره لحد كبير، عيله ناشئه يعني، مش اللي هم الشحوطه مثلا زي حالاتي انا كبير بقى دلوقتي داخل ما هيكسر هيكسر الرادار هيكسر السرعه. ف لذيذة قوي، و Q2 في نفسها جدا يعني. أيوة. التأثير بتاع Q2 باين جدا، عجباني المرايات، ولو انها صغيرة شعرة يعني مش بارزة كفاية قوي من برة. الرؤية الأمامية هايلة، الرؤية الخلفية لو انت رافع المساند هتتقصى شوية عشان في زاوية في الإزاز يا جماعة اللي بيسأل. طيب احنا مولعين التكييف على درجة خفيفة، لكن العربية اقول لكم الانطباعات، استنى اتأكد من الإزاز الأول. سامع الارض تمام، عزل الارض داخل لي الكابينه، عزل الهواء هيبان شويه لما نزود السرعه، مش بطال اوكي، بس عندي برضو هواء حوالين المرايات مش قليل. وهنا انتوا عارفين طبعا الايسن ده عمل نقله نوعيه في العربيه، انها بقت عربيه اعتماديه. زمان الديول كلتش ده كان يعني مشاكله كتيره قوي، ديول كلتش جاف وكده. بصوا الهواء مع عزل الهواء مش حلو قوي، حوالين المرايات بالذات واضح لي بالزياده. ممكن نقفل ده كده، تعالى نقفل الستاره عشان نتاكد برضو، بتضيف برضو طبقه تانية فممكن تحسن العزل شويه. ما تشيل صباعك خلاص، دوسه واحده. معلش العربيات اللي بتعدي عليا في منهم بيبقوا مش عايزين ان انا اشيله، في منهم عايزين، فانا بقيت على طول حاطط عشان بس حاجه ستاندر مثبت السرعه. اوكي الرايد بتاعت العربيه، طبعا كعادة كل عربيات المجموعة فالعجلة القيادة كهرباء وما فيهاش احساس قوي وبتتقل مع السرعة بوضوح، لكن الايسن الثمان نقلات حلو جدا واستجابته جميلة. فتعالوا بقى نغير المود، استنوا
طيب لو اتكلمنا قبل ما نغير المود، لو اتكلمنا على وسائل الامان في العربيه، انت عندك هنا اربعه مش ست ايرباجز، ولا عندك اربعه بس؟ اربعه واي بي اس واي بي دي واي اس بي، انا فاكر ما بتنزلش بسته. وانت اللي حاطط لها اللين اسيست، انت اللي كودت اللين اسيست، شغلته اوكي مع التكويده اللي انت عملتها الكبيره دي. واللين اسيست شويه الحاجات دي كلها تبقى موجوده عامه، يعني اسيست وكيب يعني بيرجعك الحاره، يرجعك الحاره كمان. لا وكمان ده في اوبشن كمان زياده اتضح لنا واحنا بنتفرج عليه، ان انت ممكن تخليها تفضل محافظه كمان ان هي تفضل في نص الحاره، اوكي، مش بقى كمان انت تستنى ان انت لما تخرج منها، لا مش تبعد، ده هي هتفضل مثبتاك في نص الحاره كمان. هتتعب قوي في مصر. بص هقول لك على حاجه، لا بس بينفع بصراحه، تمام. يعني انا ساعات مثلا ببقى راجع مثلا من الشغل او مثلا بعمل حاجه والمدام مثلا ابعت لي مش عارف صوره كذا بتاعت روشته بنت مثلا، انت عايز حاجه تساعدك، عايز تقوم ايه تمسك الموبايل وتبص وتسيب التركسيون، بس ايه برده بحذر في منطقة ايه، هو اولا بيعتمد على الخطوط كمان اللي في الارض انها موجودة. يعني طب انا كده انا عامل اللين اسيست بتاعك، هتدوس ايوه اهو وهتقوم داس اوكي كده اللين اسيست اشتغل. ايوه لو انتوا باصين على الكاميرا العدادات تدوس عشان بقى عشان خاطر تقلب ترجع لهم الشاشة بقى بتاعت اللي انت عايزني اعمل يعني اوكي ايوه بقى غير من هنا بقى الشكل، لا من غير الشكل كده اوكي ثواني روح يمين ايوه كمان واحد لا من فوق فوق أوكي. فوق فيو. انت عايز الفيو تتغير؟ ماشي الفيو نفسها تمام ماشي اهو، هنروح لحد ما هنوصل. انت عايز الفيو بتاعت الشقه بتاعت اللين نفسها، بتاعت طيب. اللين اسيست بقى تمام، شايف انت في خطين قدامك تمام في اللين. دول لسه مش منورين لك ابيض، يعني كده هو لسه مش قاري لسه الحارات. اول ما هتبتدي توصل انت وتعدي سرعه ال 60، لازم تعدي 60 بس، انا معدي 60 بشعره لا اوكي فعلا شغاله كويس. هنا بقى هيقول لك ايه تيك اوفر ستيرنج، طبعا هو كلهم عارفين ان انت لازم لازم كمان ايديك تبقى موجوده حتى لو هو هيخلي الحاره، طبعا لو اديت اشاره بيفصل كده كده ايوه تمام كالعاده. بس طبعا انت عارف عندنا هنا في الشوارع في مصر يعني ممكن تلاقيه خدك وراح طالع بيك في الصحراء عادي، حتى انا مؤاخذه انا شايف خطوط الناحيه الثانيه. اللين اسيست شغال حلو ومش مش عصبي، يعني انا شفت لين كيب اللي هو بيرجع الحاره، بيديك اهو راح لك طبعا هو قاري الحاره وبيرجعني فيها، بس كده انا هطفي عشان انا ثواني كده انا طفيت اللين اسيست وتغير بقى الفيو بتاعك. مش مشكله مش مشكله. طيب التعليق في العربيه ناشف شويه، العربيه ما هياش طريه اي في المطبات، معموله كويس زي كل العربيات بتاعتهم، برضو شبيهه قوي بالكيو 2 عشان بيدوا شويه اداء رياضي اكتر. نوريكم الاداء بتاع الايسن الثمان نقلات، عربية ثابتة جدا ولكن عزل صوت الهواء يعني على السرعة دي اتدهور خالص، هو المرايات مش مساعدة للأسف، لكن عربية ثابتة وأدائها جميل، والعربية دي عشان مش تقيلة ففيها سرعة مش قليلة. لذيذ لذيذ، وزي كل عربيات المجموعة اللي فيها الجار الأمامي فهم أتقنوها فيها شوية على السرعة اللي أنا ماشي بيها دي، سرعة عالية أنا بجرب بس يا جماعة للتجربة، على السرعة دي مع كسرة العجل في شوية إيه اللي بيسموه أعتقد يو اللي هي فيها حركة كده خفيفة صغيرة، لكن التمايل في الاتجاه ده اللي هو التقليدي قليل قوي، لأن العربية كمان كروس أوفر مش مبالغ في ارتفاعها بالأرض. ولكن التعليق يميل الى النشوفيه في المطبات، هتحس بالمطبات لحد كبير، ولكن العربيه في المقابل على الطريق فيها ثقه عاليه، والفرامل بتاعه المجموعه كويسه جدا كالعاده. نشوف ملف الاندرستير، التمايل قليل بتاع الجسم تمام بالنسبه لاي اس يو في تقليديه، وانا مزود على قرب الليمت بتاع العربيه اللي هو 82، هي عايزه تلعب شويه بس انا مسيطر عليها في الملف، لكن برضو هم اتقنوا دايما الحته دي، ودايما عربيات في دبليو هتلاقي يمكن عندهم احسن سيطره على الاندرستير في عربياتهم، شاطرين جدا يعني بيعرفوا يعملوها كويس قوي مفيش شك. طيب يا جماعه تعالى نعمل تجربه التسارع نحطها في المود الرياضيه على طول، وانا قفلت الثبات الالكتروني، والثبات الالكتروني هنا بيقول لك اي اس سي سيستم، في حاجه اسمها اي اس سي اوف واي اس سي سبورت، هنخليها في سبورت عشان يدخل شويه صغيره ما هواش اوف بالكامل، وهنجرب تعالوا نشوف. ده تور كونفرتر عادي اقدر اديله بريك بوست عشان نصحي التربو شويه ونطلع من الحته بتاعه التربو لاج، بس اقفل الازاز عندكم. بيقولوا 8 ثواني ونص، تفتكروا ايه؟ انا حاسس انها تجيب العربيه دي سريعه وخفيفه كده،
اوكي فركت في الطلعة. تمانية تسعة وسبعين مش وحش ابدا، هما بيقولوا 8 ثواني ونص. خفيفة العربية بس عزل الصوت فيها مش حلو قوي العربية دي، هو ده اللي مؤكد يعني، العزل بتاع الصوت كله مش كويس قوي. حتى وانا في شارع مقفول مفيش حاجة غيري يعني، مفيش الهواء بتاع الشارع المفتوح، فبرضو العزل عند المرايات بالذات والعزل العام كله مش واو. برضو ما تنسوش ان التي روك دي واحدة ايه من اوائل العربيات، فيعني مش زي العربيات التانية. تعالوا نعمل تجربة كمان، كمان تجربة ماسك على الاخر، نقل الحركة حلو قوي. الايسن ده الديلاي فيه مش كبير، 9 ثواني 16، كان باين انها ابطا شوية يعني 8 ثواني 79، ده رقم حلو قوي. طيب رأيي في العربية ايه؟ زي كل عربيات مجموعة في دبليو، كل عربياتهم دايما بتأدي كويس، أداءها كويس. تغيير الايسن التمن نقلات ده تغيير حلو قوي، شفناه كنا في الاوكتافيا اول لما نزل، فدي حركة كويسة بالمجموعة، كنت اتكلمت عليها كذا مرة قبل كده. العربية لذيذة انها ارتفاعها مش مبالغ في الارض، ومناورتها حلوة جدا، وفيها ثبات الكتروني وثبات الكتروني معقد، فيها المود الرياضية من نقل الحركة، واداء الموتور ده انتوا عارفين دايما اداء كويس جدا. شفتوا التسارع 8.79 ده كان احسن رقم، كويس، انا مش شايف ان الرقم وحش، رقم كويس على العربيه. العربيه لذيذه ومقاسها لذيذ في المناوره وفي الملفات كمان، وثباتها جيد جدا. هو يمكن الحاجه اللي مش عاجباني هي عزل صوت الهواء، نص نص يعني، بس كالعاده برضو عربيات في دبليو هم دايما بيميزوا. وطبعا لو كانت الخامات دي في الباب فيها رابر اكتر كنت هتلاقي الحاجات دي كلها بتتحسن، لكن العزل نص نص. التكييف والترفيه حلو جدا، الكرسي لذيذ، وكل حاجه حلوه في العربيه ولذيذه، حتى الشنطه بتاعتها كبيره. فهي بالنسبه لي اللي بيدور على الكيو 2 لا اكيد ما يشتريش الكيو 2، يشتري دي بدون تفكير صراحه كده، لان الكيو 2 كمان كانت نازله بحاجات مختلفه في الترفيه، انتوا عارفين اودي بيبخلوا حاجات زي كده، فلما نزلت لا انا اكيد ارجح التي روك عن الكيو 2 في حاله العربيه دي، لان كمان اوسع شويه والشنطه اكبر شويه وارخص شويه، وبرده الار لاين حلو قوي، والتشابه في الشكل واضح جدا وصريح. ده رايي بصراحه في العربيه، عربيات في دبليو دايما كويسه ما فيهاش مشاكل خطيره. بس كده، لو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب، واحب اشكر محمد جدا ان هو جاب لنا العربيه عشان نعمل لها التجربه. يلا سلام.